لماذا نترك أي إنسان للشيطان؟ إنسان عاصي لا يصلي يشرب خمر، ماذا نصنع؟ تأتي تسأل الشيخ، تقول هذا جاري لا يصلي كافر أو لا؟ هذا ليس عملك، هذا ليس لك. أنت عملك الآن خذه للمسجد، تساعد على ترك الخمر، تساعد على تأخذ بيدي أحضره للمسجد. يا أخواننا، نحن المجتمع، نحن في هذا المجتمع، المسلمين في هذا المجتمع لابد أن يكون دورنا هو دور إصلاح. لا تنتظر حتى يموت. بالله لو أنت كنت مكان هذا، إيش تحب؟ نتركك؟ أو نساعدك؟ إذا ساعدوا إخوانكم يا إخواننا، لا تتركوهم للشياطين. كل واحد منا مذنب، صح؟ إذا لماذا لا نتعاون على البر والتقوى؟ لا، نفسي نفسي، لا، هذا ليس حال المسلمين.